المجموعة التي تضم طبعا المنتخب المغربي والذي أيضا على أعتاب المونديال. المغرب في الصدارة بتسع نقاط، كوت ديفوار ثمانية نقاط، الجابون خمس نقاط، ومالي بثلاث نقاط. المنتخب المغربي أيضا لم يصل إلى المونديال منذ عام 98، من 20 عام لم يتأهل المنتخب المغربي إلى المونديال، وحلم الوصول للمرة الخامسة يداعب المنتخب المغربي، أو كما يقال عليه دائما أسود الأطلس. طبعا انطباعات الجماهير المغربية حول مباراتهم المهمة والفاصلة أمام منتخب كوت ديفوار، نتابع. المقابلة غتكون شويه صعيبه، حنا كنعرفوا الخصم كيلعب بطريقه جيده في الملعب ديالو امام جماهيره، وحنا كنتمنوا من الله ان شاء الله يعني الحظوظ بيدينا، وكنتمنى يعني اقل نتيجه هي 0-0، حيت فريق الخصم كيلعب كره في المستوى، وان شاء الله غادي نحاولوا ان شاء الله باش نتاهلوا ان شاء الله ونشرفوا الكره المغربيه ان شاء الله، والشعب المغربي كله غيفرح، وفرحنا مع فريق الوداد البيضاوي، وغادي نكملوا الفرحه ديالنا ان شاء الله امام منتخب كوت ديفوار ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله. حظوظ الفريق الوطني المغربي حظوظ وفيره، الى عرف كيفاش يستغل الفرص اللي غتجي، والى عرف كيفاش ينظم الدفاع ديالو. بطبيعه الحال المنتخب الوطني منتخب قوي، بين ذلك عن الجداره ديالو من خلال التصفيات، وان شاء الله حنايا مطمئنين للتاهل. المغرب ان شاء الله غادي يتاهل المونديال، وكنتمنوا ليه الانتصار في هذا الماتش هذا ديال الكوت ديفوار، وكنتمنى اللي المغرب خاصو يلعب على الانتصار، ما خاصوش يلعب على التعادل، حيت الا لعب على التعادل غادي ينهزم. المقابله ديال المنتخب الوطني مع المنتخب ديال كوت ديفوار ما غتكون سهله، وحنا ديجا كنلعبوا هذه المقابلات الفاصله ديما كتكون نادر شؤم كي كنقولوا، ولكن كنتمنوا هذه المره بفضل المدرب، الحنكه ديال المدرب وجهود ديال اللاعبين والقتاليه ديالهم داخل ورقه الملعب، بان المنتخب ان شاء الله يضمن التاهل من قلب الكوت ديفوار، ونحقوا الفرحه للشعب المغربي كافه والشعب العربي والافريقي خاصه. ان شاء الله المنتخب راه غادي يمشي على الربح، غادي يلعب على الربح، وان شاء الله راه غادي نربحوا 3-0 ان شاء الله. منتخب عنده عزيمه، منتخب زوين، ومدرب زوين، ان شاء الله راه غادي نربحوا في هذه المباراه ديال الكوت ديفوار. كنتمنى وكنثقوا في المدرب رونار، وكنتمنى يقدم شي نتيجه في المستوى اللي تخلي تاهلوا لكاس العالم، لكاس العالم اللي شحال هذه ما منتخب ما شارك فيه. ان شاء الله الحظوظ كاينه، مهما خصنا غير التعادل، خص يلعبوا على الربح باش يجيبوا التعادل، وان شاء الله نتكلفوا. كنتمنوا من الفريق الوطني انه يتكاليف المونديال ديال روسيا لسنه 2018، وكنتمنى ان الطموح ديالنا يكون هو تحصل على 3 نقاط وليس التعادل. بغينا ان شاء الله الضاف على 2017 نتاهلوا، ماشي يقولوا حتى المنتخب حتى هو راه تاهل، راه حيت راه مده هذه ما تاهلنا المونديال، والمنتخب راه فيه كفاءات بزاف، راه خاصها يتحركوا شويه، وراه المنتخب ديالنا راه واعر. تفاؤل بالفعل من الجماهير المغربية قبل هذه المواجهة، أي نعم هي أمام منتخب كوت ديفوار في كوت ديفوار، التعادل يكفي المغرب للوصول بمشيئة الله إلى المونديال، لكن السؤال المهم، هيرفي رونار هو قائد منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2015 وبطل البطولة معهم، هو أيضا حاليا مدرب المنتخب المغربي، هل هذه النقطة في صالح المنتخب المغربي أم في صالح منتخب كوت ديفوار؟ لا أخ أحمد، ستكون بكل أساس بصراحة ستكون في صالح المنتخب المغربي. لماذا؟ لأن المنتخب المغربي في الآونة الأخيرة يتوفر على واحد من أعتد المنتخبات التي مرت على تاريخ المغرب، وذلك راجع أولا لثقافة المدرب في الجانب التكتيكي القوي، لأن المدرب ينهج تكتيكين مختلفين، إذا كان يلعب خارج أرض الوطن يلعب دائما بتكتيك يعتمد على التقنية، ولا هدف المغرب إن شاء الله ما راح يتسجل عليهم ولا هدف. لماذا؟ لأن المنتخب يعمل بطريقة جيدة على غلق المنافذ في الوسط، الاعتماد على المرتدات، وكذلك لدينا مدافعين متمرسين وحارس ممتاز جدا منير المحمدي الذي لم تدخل شباكه أي هدف. أظن أن المنتخب المغربي في الصورة الثانية أو في الوجه الثاني هو أن في المباريات التي يستقبلها هذه طبعا لقطات من وصول المنتخب عذر المقاطعة كابتن يعني بطائرة خاصة إلى أبيجان، طبعا يعني هناك طبعا حماس واستقبال من الجماهير في طبعا أبيجان للمنتخب المغربي، هناك دعم كبير من حتى من الاتحاد المغربي للمنتخب، لأن فوزي القجاع رئيس الاتحاد المغربي يعمل بشكل جيد، ساعد فريق الوداد، ساعد فريق الفتح، واليوم هو يمد يده البيضاء
إلى المنتخب المغربي، وبالتالي كل اللاعبين جاهزين، الجاهزية حاضرة، المنتخب في كامل تركيزه، القوة البدنية حاضرة، اللاعبين المتميزين حاضرين، عكس منتخب الكوت ديفوار الذي يغيب عنه تقريبا في حدود 5 إلى 6 لاعبين. يكفي أن نقول كوني لاعب ساندرناند فهو مصاب لا يلعب المباراة، إيريك بايي لاعب مانشستر يونايتد المدافع القوي سيغيب عن المباراة، كذلك سيري اللاعب اللي يمكن نقول هو المخ المدبر في وسط فريق في منتخب الكوت ديفوار الذي يلعب الدور مكان يايا توري لاعب الذي ينسق بين الدفاع والهجوم فهو غايب، كذلك كوجيا مصاب. نتمنى أن تكون هذه الغيابات في صالح المنتخب المغربي بمشيئة الله. هناك إقبال كبير على التذاكر في هذه المباراة، يعني متوقع طبعا حضور جماهيري كبير، ما مدى تأثير هذه الجماهير على المباراة وعلى تحديدا المنتخب المغربي؟ سيكون لن يكون كبيرا الأخ أحمد، لأن تقريبا ربع الملعب سيكون يعني من الجماهير المغربية. هناك طائرات، فتحت 4 مطارات، واليوم فتح مطار وجدة، كذلك لنقل الجماهير المغربية المتعطشة لمشاهدة المنتخب المغربي ومعانقة التأهل، لأن الجمهور المغربي أنت تعرف الأخ أحمد جمهور خطير، جمهور يعني يتقن الدعم والحماس، هذه حماس كبير يمكن أن ينقله إلى اللاعبين على أرضية الملعب بشكل متميز. المنتخب المغربي ما سيفيده في هذه المباراة، وأنا أؤكد لك الأخ أحمد أن المنتخب المغربي بإذن الله سيكون من المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وذلك راجع بالأساس إلى شيئين أساسيين، هو الصلابة الدفاعية ولاعب الوسط الذين يتميزون بالقتالية، وكذلك المهارات، لأن عندنا لاعبين مثل كريم الأحمدي. وبالفعل قدم المنتخب المغربي مباراة رائعة أمام الجابون. أكيد أمام الجابون، أمام مالي 6-0. المغرب ضيع على المباراة. أقوى دفاع في التصفيات. هذه 6-0 كانت تيكي تاكا على أعلى مستوى، أن المنتخب المغربي ليس بالسهل أن تفوز على مالي ب6-0، منتخب قوي لديه مجموعة من اللاعبين، كذلك الجابون الذي كان الكل يتخوف من أوباميونغ ضد المنتخب المغربي، لم نشاهد إلا خيال وفانيلة أوباميونغ، وذلك راجع بالأساس إلى فكر وثقافة إيرفيرنار، هذا المدرب الذي عاش في المباراتين الأولتين انتقاد كبير من طرف الجماهير المغربية وكذلك حتى الإعلام المغربي، ولكن أبان عن حنكة وأكد بالفعل أنه خبير في الأدغال الإفريقية. المنتخب المغربي اليوم يرجع بقوة إلى الساحة الإفريقية، وكذلك إن لم نقول أن الكرة المغربية كلها رجعت إلى الساحة الإفريقية، وأكدت ذلك من خلال الفتح الرباطي، من خلال مشاركته في الكونفدرالية، وكذلك فوز الوداد على الأهلي العميد، فاز عليه وهارد لك الأخ أحمد، فاز على الأهلي على غول أفريقيا فاز عليه يعني في مباراة قوية، يعني يمكن أن نقول أنها ملحمة تاريخية في كرة يلقب هذا الرجل بالثعلب كابتن. كيف ترى يدير المباراة؟ يعني هو يدير، شوف عنده يعني جيد. من وجهة نظرك كيف تدار المباراة أمام كوت ديفوار؟ التعادل يكفي المغرب للتأهل، ولا بد للانتصار لكوت ديفوار من التأهل. كيف هيرفي رونار يدير هذا اللقاء؟ هو دائما لما يكون تحفظ أكثر، يعني هو في المنتخب المغربي دائما لما يكون يلعب المباريات خارج أرض الوطن لا يتحفظ أكثر، ولكن هو يغلق نصف الملعب، هو يتقن اللعب على المرتدات، وخصوصا شاهدنا أن المنتخب المغربي كل أهدافه كانت دائما على الأطراف، لأن في الأطراف يتواجد يعني عندك نور الدين أمرابط، عندك اليوم اللاعب المتألق حكيم زياش في كامل قواه البدنية، لاعب يعني يمكن أن نقول أنه مارادونا العرب، هذا مهاري جدا، هذا اللاعب لديه يسرى يعني تقعد وتجلس الهولنديين، كيف لا تقعد وتجلس الأفارقة، يعني هذا اللاعب. كذلك خالد بوطيب الذي رجع إلى التهديف، لاعب سجل هاتريك في المباراة الأخيرة وكل أهدافه كانت متميزة، إضافة إلى ذلك عودة يونس بلهندا في كامل قوة وكامل لياقته البدنية، لاعب منسق بين الوسط والهجوم، إضافة يمكن أن نقول أن هناك لاعب متميز بشكل كبير ويقدم إضافة كبيرة رغم تقدم السن ومبارك بوصوفة، هذا اللاعب المتميز ويمكن أنه يطلق عليه، يعني هذا هو قائد هذا المنتخب اللي يجمع بين الفتوة وكذلك بين الخبرة. نتمنى أن يكون هذا المنتخب يوم التيم المونديال إن شاء الله. ونبارك لك يوم السبت إن شاء الله. إذن الصحافة المغربية ماذا قالت حول هذه المباراة المهمة والفاصلة للمنتخب المغربي أمام منتخب كوت ديفوار؟ ونبدأ من صحيفة طبعا أو من موقع المغرب اليوم، طبعا العنوان الرئيسي: مدرب المنتخب المغربي شدد على رغبته وفريقه في التركيز على المباراة الحاسمة. عمر طبيعي تماما، هيرفي رونار يرفض عقد ندوة صحفية قبل السفر إلى أبيجان لمواجهة كوت ديفوار، تركيز كبير طبعا من المدرب على هذه المباراة. ومن موقع بريس: مدرب كوت ديفوار يثق في الفوز على المنتخب المغربي.
إن مشيئة الله التوفيق سيكون حليف في المنتخب المغربي في هذه المباراة والوصول إلى المونديال. نتحول مشاهدينا إلى المجموعة الرابعة، أذكركم بترتيب فرق هذه المجموعة. طبعا في الصدارة المنتخب السنغالي بثمانية نقاط.